في عندنا طريقتين مشهورين لان احنا نعمل ابلكيشن للريسيرش، او ان انا اجاوب على سؤال او اجاوب على ظاهره معينه. كلمه ريسيرش اصلا المقصود بيها ان انا بحاول ان الاقي اكسبلينيشن او احاول ان اكتشف حاجه، دي اسمها ريسيرش. ففي طريقتين، في عندنا طريقتين مشهورين اللي هي الكوانتيتيف ميثود والكواليتيتيف ميثود. دي طريقه ودي طريقه، يعني كل واحده بتنفع للاجابه على اسئله معينه. مثلا الكوانتيتيف ميثود مبنيه في الاصل على اللي هي البوزيتيفيزم. يعني ايه بوزيتيفيزم؟ معناها ان انا عاوز اشوف الحاجه دي، ابدا ان انا اقيسها واشوفها هل هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. اوكي، عشان اثبت ان الحاجه دي بوزيتيف ولا نيجاتيف لازم يكون معايا رقم، الرقم ده ابدا اقارنه برقم تاني، فبالتالي اقدر ان انا ايه اشوف هل هو اكبر منه ولا اصغر منه ولا مساوي ليه، واشوف برضو لو هو اكبر من الرقم التاني هل هو اكبر بشكل يعني ليه دلاله احصائيه واضحه تثبت او تجاوب لي على سؤال معين. في الكوانتيتيف ريسيرش احنا بنحتاج ان احنا نقيس، يعني الظاهره اللي قدامنا او الثيوري اللي قدامنا او الهايبوثيسيس او الافتراض اللي قدامنا لازم محتاجين ان احنا نشوف في متغيرات معينه او variables معينه نقدر ان احنا نقيسها باستخدام instruments او باستخدام اجهزه. الاجهزه دي تطلع لي ارقام، الارقام دي ممكن بعد كده اخضعها تحت تحليل احصائي او اخضعها تحت الاستاتستيكال اناليسيس. بعد ما عملها statistical analysis ببدا ان انا اشوف الاحتماليات اللي قدامي، هل الاجابه على السؤال بيس اور نو. ده اسمه الكوانتيتيف ريسيرش. ايه بقى الكواليتيتيف ريسيرش؟ الكواليتيتيف ريسيرش مختلف شويه عن الكوانتيتيف ريسيرش، ان هو بيقول ان الحقائق او الثيوريز اللي موجوده هي في الاصل سوشيال، هي في الاصل ترجع لهيومن بيهيفيرز او الاكسبيرينس بتاعت كل واحد. والاكسبيرينس او السوشياليتي او الاجتماعيات غير قابله ان احنا نعرف نقيسها. بس انا اقدر احط ثيوريز واحط يعني افتراضات وفقا للمعلومات اللي قدامي. في الكواليتيف ريسيرش مش شرط ان انا اطلع ارقام عشان اقيسها. الهدف ان انا ببدا ان انا بنزل للمجتمع بشوف لو في ظاهره معينه ظهرت في مجتمع معين، ابدا ان انا اروح المجتمع ده واعمل اقابل الناس وابدا ان انا اجمع منهم معلومات عن طريق مثلا معلومات كلها معلومات سرديه، عن طريق مثلا الحاجات اللي هم كتبوها، التقارير اللي هم طلعوها، ممكن كمان اعمل لهم انترفيوهات واشوف منهم ابدا احصل على كم هائل من المعلومات، وبعدين ابدا اقسم المعلومات ده بشكل معين ببروسيس محدده عشان ابدا ان انا اطلع العلاقات ما بين كل معلومه اتقالت لي والتانيه. مثال مثلا على الكواليتيف ريسيرش زي مثلا جائحه كورونا. ايه تاثير جائحه كورونا عن علاقات الناس ببعض، عن داخل الاسره في مجتمع معين؟ حاجه زي كده غير قابله للقياس. اقول لك ظاهره ثانيه، مثلا لو في مثلا شخصيه تاريخيه موجوده في التاريخ والشخصيه دي ما تمش تصويرها ولا تم عمل اي قياسات عليها قبل كده، بس هو معروف ان الشخصيه دي موجوده. ايه الـ يعني الساينتفك ميثود او الطريقه العلميه اللي تثبت لي ان الشخصيه دي فعلا كانت موجوده؟ مفيش عندي غير ان انا اشوف السرديات اللي اتقالت عن الشخصيه دي، فابدا ان انا ابحث في الكتب وابدا ان انا احاول ان اقابل الناس اللي كانوا موجودين في المكان اللي كانت عايشه او اللي كانت عايشه فيها الشخصيه دي، وابدا ان انا اسالهم واجمع معلومات لغايه ما اثبت ان الشخصيه دي كانت فعلا موجوده، وممكن كمان اثبت صفات معينه كانت موجوده عند الشخصيه دي ما اقدرش ان انا اقيسها باستخدام الانسترومنتس. في اعتقاد خاطئ عند الناس بيقول ان الكوانتيتيف ريسيرش اللي هو بيعتمد على القياس هو ادق من الكواليتيف ريسيرش. طبعا كان ده مش صح. في الحقيقه كل واحد ما نقدرش نستغنى عنه، يعني الكوانتيتيف ريسيرش ليه استخدامات معينه ما نقدرش نستغنى عنها، وكمان الكواليتيتيف ريسيرش برضه ليه استخدامات ما اقدرش ان انا اثبتها او ان انا يعني اجاوب عليها او ان انا احط افتراضات اجاوب عليها باستخدام الكوانتيتيف ريسيرش. في الكواليتيتيف ريسيرش بقدر ان انا اكون نظريات ما كانتش موجوده قبل كده،
ابدا ان انا اربط علاقات مع بعض وابدا اطلع بنظريه او اطلع بثيوري. تمام. الكوانتيتيف ريسيرش مش بيكون ثيوري، الكوانتيتيف ريسيرش هو بيثبت الثيوريز دي ان كانت هي بوزيتيف ولا نيجاتيف باستخدام الارقام. لو جينا اتكلمنا عن كواليتيف ابروتش، كواليتيف ابروتش هو فاندامنتالي سوشيال، والسوشيال فينومينا ما نقدرش نقيسها باستخدام الارقام. الريسيرشرز دايما يعني بيمرس ذيم سيلف في السوشيال، بيروحوا بنفسهم للاماكن اللي حصل فيه مثلا ظاهره او جائحه ما، ويبدا ان هم يعملوا استقصاء من الناس ومن خبرات الناس الموجودين في المكان ده. طبعا كل الداتا بتبقى سبجكتيف، بتبقى كلها مقاليه ناراتيف سرديه، بيتم الحصول عنها عن طريق ان انا اروح للمجموعات الناس دي وابدا ان انا اتكلم معاهم واعمل انترفيوز وابدا الاحظ الظاهره دي بobservations معينه، وابدا ان انا كمان اعمل thick descriptions لكل الملاحظات وكل التقارير اللي انا طلعت منها عشان اكون نظريه جديده. بالنسبة للquantitative research، ودي أغلب الابروتشز اللي احنا في الغالب بنستخدمها في الأبحاث الخاصة بالعلاج الطبيعي. اوريدي احنا ما عندنا theories فعاوزين نثبتها. هي بتعتمد على philosophy of logical positivism. يعني ايه logical positivism؟ يعني بتعتمد على قياسات رقمية تثبت ان كان المعلومة دي positive ولا negative. طبعا كل الداتا اللي بحصل عنها بتبقى numerical عن طريق ان انا بقيسها باستخدام instruments. زي ما قلنا مفيش حاجه اسمها ان الكوانتيتيف ريسيرش احسن من الكواليتيتيف ريسيرش، ده اعتقاد خاطئ. الكوانتيتيف ريسيرش ليه محدود حدود معينه ما يقدرش ان هو يتخطاها، انما الكواليتيتيف ريسيرش لا، في حاجات بيقدر ان هو يفسرها ويحط له اكسبلينيشن لحاجات الكوانتيتيف ريسيرش ما تقدرش ان هي تفسرها. اقول لك مثال، مثلا لاحظوا ان في مدينه ما او مجتمع ما ان اعمار الناس في المكان ده اكتر، يعني ايه اكبر من اي مكان تاني، يعني الناس بتعمر بتوصل فوق ال 120 وال 130 سنه بعدد كبير وتبقى صحتهم كويسه. دلوقتي عاوز اعرف ايه السبب، عاوز اعرف ايه السبب ان الناس دي اعمارها طويله، ايه السبب؟ هل الموضوع جيني؟ هل الموضوع له علاقه بالعادات والتقاليد؟ هل الموضوع له علاقه بطريقه مثلا الاكل وحاجه زي كده؟ بيبدا ان هو ريسيرشز اللي هم يعملوا حاجه اسمها كواليتيف ريسيرش، يروحوا المكان ده يبداوا يتابعوا عادات الناس، يبداوا يتابعوا حكاوي الناس، ويبداوا ياخدوا ريبورتات عن المكان، يقابلوا الناس ويبداوا يكونوا ثيك داتا او داتا كتيره جدا، وبعدين يبداوا ان هم ايه يصنفوها في شكل ثيمز، ويبدا يحط تفسيرات للظاهرة دي. التفسيرات دي ممكن تقول مثلا ان هم بياكلوا اكل معين، تمام؟ التفسيرة دي ممكن لهم عادات معينة، عادات في النوم محددة. طيب عاوز اثبت بقى ان فعلا مثلا عدد ساعات من النوم هم بيناموه ده ادى ان بعد كده عمرهم بقى طويل. عشان اثبت الموضوع ده بستخدم الايه؟ الكوانتيتيف ريسيرش. اجيب ناس بقى وابدا ان انا اقيس عدد ساعات النوم واطلع ارقام وبعد كده ابدا احسبها. الكوانتيتيف ريسيرش ما يقدرش ان هو يحط لي ظواهر قابله للقياس، ولكن هو بيقيس الظواهر نفسها. الكواليتيتيف ريسيرش لا، ده هو بيكون لي نظريات وثيوريز مثلا خاصه، بدا ان هو يطلع علاقه ما بين عدد ساعات النوم، يطلع علاقه ما بين مثلا نوع الاكل اللي هم بياكلوه والايجنج، لكن ما يقدرش ان هو يثبتها بشكل ارقام. اللي بيثبتها بشكل ارقام هو الكوانتيتيف ريسيرش. عشان كده مفيش واحد منهم احسن من التاني، كل واحد ليه استخدام، وكل واحد على فكره ممكن برضه يبقى في اعتقاد عند الناس ان الكوانتيتيف ريسيرش مش بيحتاج مجهود، لا هو بيحتاج مجهود كبير زيه زي الكوانتيتيف ريسيرش. الكوانتيتيف ريسيرش برضه في حته مميزه شويه عن الكوانتيتيف ريسيرش، ان الظاهره او الكونديشن او الثيوري بحطها تحت يعني كنترولد كونديشنز، تمام؟ تحت controlled conditions بحيث ان انا ما يبقاش في عوامل تانية تأثر على نتيجة البحث بتاعي.